ولازم نحبه حبا كثيرا. عجبني واحد المجموعه ديال الكلمات، من الكلمه ديال السي محمد ميركو اللي قال يعني هذا الشيء كان دار في الوقت ديالو، ولا نبخس اخوان الاوفياء بالروح ديالو من قاموا بهذا العمل الجليل. الشعراء كلنا شعراء، كل من يحس فهو شاعر، والشعراء فواكه، ومحمد ربيع كان فاكهة لذيذة ومختلفة عن باقي الشعراء. أنا أقذف بي الذهن، يقذف بي الكلام، ولا أعرف إن كان هذا الكلام كلاما مبنيا ومعربا، ولكن أحيانا الصدق يلجي، والصدق يجعلك تتدعتم أكثر مما تتكلم. لا ينبغي بعد كل هذا أن نلقي باللائمة على أحد. فمحمود ربيع نموذج الشاب الروداني الذي يعيش أو عاش ظروفا مشابهة لظروفنا جميعا.